نعطيك حاجه بالك، ستيف راه يتلعب ستيف اليوم تلعب دومي فينال، اسكو عندها لي مويان؟ ما هكش روحها في الكومبيتيسيون، كلو حقانيين، اون با لي مويان باش نلعبوا منافسه خارجيه، من حق المنافس انه يحلم، بصح اسكو اون لي مويان؟ ما عندناش، لازم نبيجي، احنا انا قلت لك لازم نبنوا الفريق نهيكلوا على اسس صحيحه، ماشي نهفوا نهفوا المناصر قال نلعبوا العام الجاي، هادي بلاصمون واحد نكملوا راح البيجي، عندنا حظ كبير اننا نحقق 9 نقاط. وهذوك التعاقد كافيين بلي يكونوا في مشاركه افريقيه، لكن نقولها ونعاودها على المسؤولين اليوم اللي بغاو الفريق انه يحقق مرتبه مليحه، يجيو يحفزوا اللاعبين باللي بريم وباقي يحسبونا في نهايه الموسم.